فضيلة الشيخ الذي جاء، نحن جئنا إلى عمرة من 4 أيام أو 5 أيام، هل يصح لنا جمع أو قصر وأن لا نصلي في المسجد الحرام؟ إذا كنتم تريدون إقامة أكثر من 4 أيام في مكة أو غيرها فلا يجوز لكم القصر، القصر حده 4 أيام فأقل، أو إنسان ما يدري متى يسافر ما حدد هذا يقصر. ولكن أنتم بجوار المسجد الحرام تنعزلون عن المسلمين، لا، صلوا في المسجد الحرام لكم زيادة الأجر والثواب وحضور جماعة المسلمين، ولا تحرموا أنفسكم تقولون نحن مسافرون. نعم، أنتم جايين تريدون الأجر فكيف تقصرون في هذا؟ نعم.